خير سيادة، شوفي ليش جبتوني؟ وين وجوهك؟ وانا شو بعرفني وينه؟ من يومين ما بين لا بالبيت ولا بالدكان. وين يكون؟ علمك سيادة الرائد. إلو حدا بالحارة؟ بالحارة؟ ما إلو غير دكانته وبيته. مين رفقته؟ موفى. عدم المؤاخذة سيادة الرائد، يعني حلو تعملوا هيك في البيت وصاحبه مو موجود. قصدي معاكم إذن بالتفتيش من النيابة؟ لا ما معنا إذن. معناها هذا تصرف خارج القانون. مظبوط، خارج القانون. عمي المحروس، نقدر نحكي كلمتين لحالنا؟ تفضلي تفضلي.